حكاية اليوم. في حكاية اليوم اخترنا باش نرجعوا نشوفوا معاكم تاريخ الشاشية، والبداية كانت وقت جاو الموريسكيين لتونس هاربين وقتها من محاكم التفتيش متاع الملك الإسباني فيليب الأول اللي هو ملك قشتالة. وكي وصلوا لتونس عاشوا في تستور، ووقتها جابوا معاهم صناعة الشاشية إلى أرض أفريقية اللي هي تونس تو، وجابوا معاها برشا كلمات زاد عندهم علاقة بالحرفة هذه، وهذا اللي خلى الحرفة هذه إلى يومنا هذا عندها سمعة رافعة في البلاد. فالشاشية كي تتصنع تتعدى على مراحل حسب نظام دقيق، وين يشرف أمين الشواشين اللي هو رئيس الجمعية اللي تضم الحرفيين هذوما على تطبيق قواعد تصنيع مرسومة بصرامة عالية. وفي القرن 18 و19 ميلادي كانت صناعة الشاشية تمثل إحدى دعائم الاقتصاد التونسي، وين كانت تتصدر الأسواق في أوروبا إفريقيا وآسيا. والدليل على هذا أنه في الوقت ذاك الشواشين يعتبروا من أعين البلاد على قد ما الحرفة هذه كانت مربحة. حكاية اليوم. الشاشية وما أدراك من الشاشية عزيز، نتصور ما ثميش تونسي ما يعرفش الشاشية، وهوني من اللي احنا صغار نتربيو عليها حاجة من الحاجات من التقاليد نتاعنا. لكن نحكيو على الكولتور معناتها في تونس والملابس سورتو، مش كان في تونس هو ذاك شنو موجودة الشاشية في بلدان أخرى، في ليبيا بابلون آخر بالضبط، في العالم العربي أون جينيرال وفي شمال أفريقيا زادة. لكن عزيز الحاجة اللي اكتشفتها مؤخرا أنه حكيت عليها أنا ديجا في اخر الروبريك، انه الشواشين كانوا من اعين البلاد، يعني كانوا لاباس عليهم، وكانت الحرفه هذه دخل برشا فلوس. اوكي السنين الاخرى الحقيقه كيما اي حرفه اخرى وكيما اي صناعات تقليديه اخرين، ما عادش نشوفوا برشا العباد تشري في الحاجات التقليديه وفي الملابس التقليديه. دوكو اللي يصنعوا فيهم الحرفيين بداو فما شويه عزوف قاعدين نشوفوها على الخدمه هذه، ولا يشوفوا في حاجات اخرين معناها يعملوهم. الحقيقه هذه حاجه ما تفرحش برشا، خاطر ليدونتيتي نتاعنا موجوده الحقيقه عند الحرفيين هذوما، هما اللي يخدموا في الملابس التقليديه في الماكولات التقليديه، زاد ما عادش نشوفوهم برشا الايامات هذوما. صحيح، للاسف كما قلت عزيز على طول العام كي نحكي على التقاليد نتاعنا النجم وساعه نضيعهم. لكن الحاجه الباهيه وما نقولوا في شهر كما شهر هذا شهر البذيل شهر رمضان ولا حتى في العيد، نرجعوا شويه للتقاليد هذوما، نرجعوا للجبه، نرجعوا للشاشيه والاجواء هذه الكل. اون طول كا هذايا حكايه من حكايه دونك عزيز قطاطه في شهر رمضان. شكرا لك عزيز كما كل سبت واحد، وكتعطينا اكثر فكره على حاجه ديما نربحوا معلومه، لمحه ناخذوا لمحه اكزاكتومون، نزيدوا نتعلموا حاجة معك. احنا مازلنا مواصلين حتى كش النص